كان في الفترة بتاعت توهجك مع الأهلي كنت مظلوم نوعا ما مع المنتخب لظروف كتير، إصابات مش مش قصدي أكتر ان يا انت عم. عشان علاقات او حاجة، بس مثلا قبل كأس الأمم 98 انت كنت رايح، لكن اتعورت. الصليب هي دي اللي فرقت معايا جدا. قبليها 96 كرول، وانا كنت في المنتخب الاولمبي، وانا كنت ماشي، كابتن منتخب وكان اولمبي، عارفك كويس جدا. وخدنا عارفني كويس جدا، وانا كنت يعني راجل بيعتمد عليا بشكل كبير. انا من احد اللاعبين المميزين في المنتخب الاولمبي في الفتره ديت، وكابتن الفرقه، وفي الفتره دي كنت مكسر الدنيا فعلا. يعني حظي لما لعبت مع الفريق الاول، انا لاعب 93 94، جالي تمزق في الخلفيه، لان انا بلعب كل الماتشات، ما كنتش بقعد، طبعا، وما عندناش وقت اروح وانت مكوك بقى يعني، باجي فانت كل حته في الملعب دب دب. نسبه. فجالي شد في الخلفيه، بعدني شهر. ده فحظي قبل 96؟ قبل 96 اوكي، توقيتات البطولات اللي مع المنتخب كانت حظك وحشه فيها بالنسبه وحش لي، قوي. هي دي النقطه. انا التوقيتات ما كانتش ف96 حلوه. تمزق في الخلفيه بعدك على البطوله، 98 98 صليبي، صليبي. 2000 كنت لسه برجع وبجهز، شد في الاماميه الخلفيه، الاماميه قصدي اللي هي الرباعيه، فخدت كل العضله الاماميه من كتر التسديدات وانا راجع. كانت العضله الخلفيه اصلا من الصليبي، ان كان بياخد وتر من الخلفيه عشان الصليبي، فخد مني اهم وتر، فهي دي اللي فرقت. فلما جالي كمان تمزق في الاماميه، بعدتني في 2000. خلاص 2002 خلاص، ما يعني ما بالنسبه لي خلاص، انا قلت لا، ما كنت يعني مشيت مش من الاهلي مركز، بقى في 2002. مشيت من الاهلي رحت السعوديه، فما كنتش مركز ان انا في المنتخب دي خالص. ماشي، خلاص بس الثلاث بطولات اللي كان ممكن تروح وتبقى عنصر اساسي فيهم اصابات اللي منعتك. اصابات يعني، لكن انت كانت واهمهم علاقتك عامله 98 ازاي بالمدربين؟ يعني كرول واثق فيك وعارفك كويس قوي، جدا، قوي كابتن جدا. الجهري كابتن جاري كان يعني، مش عايز اقول لك الله يرحمه، كان بيحط هشام حنفي والتشكيل، كان اسال بيحبك. حازم، اسال عبد الستار، اسال احمد حسن، اسال الناس دي، وكان بيحبني جدا جدا جدا. فلو كنت سليم كنت هتبقى موجود هناك هو ومش عايز كلمني قال لي تغير. انا هحطك في السكور ال 22 لعيب. قلت له كابتن مش كلمك هينفع. قالك؟ ها، كلم الدكتور في المانيا، لان انا بعد ما انت اتعورت. كابتن صالح سليم رحمه الله عليه خد قرار ان انا اتعالج في المانيا طول السنه، حلو، يعني اللي هي 6 شهور هتعالجهم بره، مش اوكي، هاجي القاهره خالص. ماشي، هو كان بيودي الناس ده، يعني مثلا كابتن حسام كان قبلي عمل عمليه هناك ورجع، كابتن وليد صلاح الدين كان قبلي عمل عمليه ورجع، صح. انا قعدت 6 شهور هناك، يعني ده انا رجعت بمزاجي عشان مش قادر اقعد 6 شهور. كفايه زهق رجعت من غير ما حد يعرف في رمضان، ماشي، يعني اجواء رمضان انت عارف بقى، عايز وبتاع عايز مصر ارجع بقى والفته وعايز والاكل واللي ده. اخرج وبتاع، والناس تسال عليا، فاهم؟ فعشان كده رجعت. ماشي، لما رجعت تاني المانيا والله العظيم عملت المستحيل، واتمرنت يعني اقصى من جبت طاقتي اخرك عشان تروح، عشان العب عشان البطوله. كان كابتن جوهر يكلمك وانت متعور، قال لك انت معايا برضه. كلمني وكلم الدكتور وقال له انت معايا، فالدكتور قال له مش هينفع، قال له صعب، صعب، ده لسه ما نزلش الملعب. ويعني قال له لو هتقدر تصبر عليه اسبوعين انا اقول لك ان هنزله معاه في الاسبوعين وهنجربه في الملعب. اوكي، فكابتن جوري كان لازم يحط القائمه.